والآن معه الحلق اللي منشوفه أحس بالدفق، السواها ويا مليغ بالتفق، اللي يحكي ويا دجاج وما يسوي مرق، كاظم الصياد. أنا شجاع وأستطيع أن أواجه الكلمة بالكلمة والشجاعة بالشجاعة، على الرغم من عدم وجود الشجعان، مع احتراماتي للبعض. أنا معدل، أعرف شلون أحكي، أنا من أحكي أنت صاحب الاستحقاق، سد الرمق بالأزمة. إيه إجا يومك كاظم، بس لحظة حتى أقدر أشتغلك دقيقة، لأنه أنت يراد لك يعني تباعد اجتماعي وواحد يأخذ احتياطاتك، كل شيء يصير ما تدري والله بهالزمن هذا، هذا المتحول الجديد اسمه كوكو في النوبي ينعدي وما أدري شنو، ما تدري والله. إيه كظم إجا يومك. أوكي. جيد. اوبا. اي كاظم، انت الان البديل الاخير بهاي الحلقه للبغل والحمار، وانا دائما اقول للسياسيين كاظم هو الحلق اللي يجيب لنا الحق من حلق الاسد، لانه صولاتك ايام جيش المهدي بالكوت معروفه قبل أن تنطرد من الصدرين وتصير وتصير ويا المالكي وبعدين ترجع تصير ضد المالكي. فبما انه انت شجاع وتعرف تحكي فرح اسميك كاظم الحلق، واحنا اليوم محتاجين فسحة امل للبائسين واليائسين حتى يأيسون اكثر. وانا اعرفك انت رجال اجيت من عائلة فقيرة وتشعر بمعاناة الفقير، واحنا محتاجين هيك حلق صراحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اولا نعم. خلي افهمك. طيب. من كنت انت كل شي ما عندك، وتعرف من اقول كل شي ما عندك قبل يعني، وتعرفك اهل المدينة بان انت هذا مستواك شان. على الصيادي كانت عنده سيارة وموجودة بالمرور روح، من سيارة برازيلي إلى سيارة سوبر 82 أعتقد إلى سيارة فولغا، هاي من صار الحصار كلش قوي، روح اسأل بذاك الوقت بالمنطقة من اللي كان عنده سيارة، وانت كنت ما أعتقد تمتلك شيء. بنفس الوقت كان عد علي مقهى زين اشتراه ب2 مليون دينار عراقي في زمن الحصار، وتعرف شنو قيمة الاثنين مليون دينار عراقي. ثلاثة، علي كان عنده قالب خشب وخباطة وسيارة وقاطرة هاي مالت الماي وكذا وكذا، وكان يصب أكبر وشركتين عنده مو شركة واحدة. لا 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 طاق 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 فولغا وقالب خشب وخباطة وقاطرة مال مي وقهوة ب2 مليون دينار وبرازيلي وسوبر 82، والله عمي حقك تشوف نفسك على العالم وما تنزل من قالبك الخشبي، معروفة بالتسعينات كانوا يعني بيت بنية وبيت كاظم الصيادي كانوا يشربون قهوة بنادي العلوية برجوازي كاظم. لا حرامات والله، طلع من عائلة طاقة، خسرنا حالك كان ممكن يعيد الأمل لليائسين. هو صح ما حد مصدق انه كاظم الصيادي كان طاق، ولا انا مصدق، بس يعني الرجال ده يقول لك عندنا أملاك وسيارات وشركات، ما تقول انت كذاب، او اقول لك انت كذاب. انا قريب من المواطن العراقي، قريب من الانسان الفقير، لان انا عشت مرحله فقر كانت صعبه جدا يعني عانيت فعلا، لان انا عشت مرحله فقر كانت صعبه جدا يعني عانيت فعلا. الله اكبر. لان انا عشت مرحله فقر كانت صعبه جدا يعني عانيت فعلا. والله استاهلك، بس كسر ظهر العوز عذرينا وعلى حالتنا تعبه. الله اكبر. هل ليش مطلع مقلب توني؟ سلاف انت سلاف؟ موقف طلع فقير، الظاهر تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل سامكو وما لحقوا يتهنون بقالب الخشب وقاطرة المي والفولغا والبرازيلي والسوبر 82 والقوا ب2 مليون دينار. هي هاي الدنيا، شو تسوي يا رب؟ هي هاي الدنيا يا رب. قبل وين هسه وين؟ بس الحمد لله كاظم الحلق طلع عايش معاناة الفقير. صح قبل شوية كان دي يعير حاكم الزاملي لأنه كان فقير، بس المهم الفائدة المرجوة من هاي اللغوة الزايدة أنه كاظم يحس بالفقير ونقدر نعتبره حلق يطالب بحقوق الفقير، فأسعفنا بخططك لإشباع الفقير. خلي الشعب يشبع بيض، راح أسولف لك سالفة البيض زين وسولفت هواي. طيب طلعت الوزارة قالت إحنا سوينا اكتفاء ذاتي من من البيض. أنا رح سألت الدجاجات قلت يا أبوي إيش قدت بيضين باليوم؟ قال البيضتين. جمعت الدجاجات بالعراق إيش قد؟ طلعني خلف يجيب لنا بيض 1.2 مليار بيضة بالسنة. زين إحنا استهلاكنا 7 مليار.
خلي الشعب يشبع بيض. المشكله عبال الدجاج تخلف بيض، هي هاي المشكله. يعني هو قال تخلف بعدين قال سحق قال يجيب بيض، يعني ما يعرف الدجاج تبيض، هو عبال تخلف عمليه قيصريه. وهاي عاشت ايدك كاظم، عقلك يشتغل ما شاء الله. وبحسب الدراسات العلميه وادنى المعلومات البشريه والقاء القاء جدا ما معلومات، اللي يقدر يتفاهم ويحكي ويا الدجاج اثنين، طرزان والفرخ ابن الدجاجه. ويس 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 روح تعال اشرب مي اختل اطلع ويس 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 ويس. فاذا انت طرزان وتقدر تتفاهم ويا الدجاج فاحنا فخورين بهيك موهبه، اما اذا انت فرخ ما دجاجه فعندي رسائل للدجاجه اريد اوصلها من خلالك. عزيزه الدجاجه ترى الصدر كلش ما له داعي وحيل مزعج وده نخسر هوايه من وراه بدون فائده. وهنا يا كاظم احب اقول لك شغله واحده، دجاج العراق مو للبيع. كاظم اذا الشعب يشبع بيض فالبلد راح يشبع بيض. والظاهر هاي الخطه كانت سبب رفع اهل الكوت لشعار بيض لحد ضاق بالتظاهرات. وما دام اجى طار التظاهرات فاني عندي وياك وقفه ما ناسيها لك كاظم عن موقفك كحلق من الحقوق اللي طالبوا بها الشباب من طلعوا التظاهرات. يعني انا راح اكون اكثر شجاعة من السيد المالكي. ها يعني مو فقط مظاهرات للفوضى، لا بالعكس، المظاهرات مدعومه سياسيا ومدعومه من الداخل والخارج، اجنحه للبعث، اجنحه للامارات، اجنحه لقطر، اجنحه لامريكا. 90% مطالب، 10% مصائب، المصائب غلبت المطالب. لا يطلع لواحد ابن رفيقه، لو ابن عاهره، لو ابن وكيله، لو ابن مخبره سريه بزمن صدام حسين، ويطلع اليوم يصير شريف براس. اليوم اكو احزاب متناحره، اكو جيل اجى جديد، ما له دخل انا بذول مال ماكو وطن ماكو دوام. زين انا اقول ماكو مدارس ماكو دوام. زين. مو ماكو وطن. اللي يقول ماكو وطن، ماكو وطن. اللي يقول ماكو وطن خلي يروح يبحث لوطن برا، خلي يتنازل عن جنسيته. شوف كاظم، بهذا الخطاب المخيس والكلام الخايس كانوا الشباب يوميا ينكتلون بالشوارع، واسلوب القتله بالتبرير هو نفس الكلام اللي دي يقوله هنا كاظم نفسه، واسلوب التحريض على قتل المتظاهرين والناشطين هم من نفس هذا، من نفس النوع من هذا الكلام. ومن ينكتل المتظاهر او ناشط مثل ما كتلت الشهيده ريهام بالبصره، الشهيده ريهام يعقوب، لا عبالكم هذا وامثاله راح يستحون من نفسهم، لا راح يطلع ويقول التالي على ريهام. جاي يصير عمليات اغتيالات البارحة، كانت هاي تصفية سياسية، عملية اغتيال لناشطة في محافظة البصرة. لا هاي مو ناشطة. بالنتيجة الطرف الآخر يقول لك أنا أصلاً جاي أقمع. هاي مو ناشطة. وين السيطرة اللي عندي؟ الناشطة ما تروح للسفير الأمريكي، الناشطة ما تروح للسفارات، هاي عمالة. هسه انقلبت الدنيا على هاي البنية، شنو مثلاً البنية؟ يعني ريهام يعقوب دكتورة اللي استشهدت يوم أمس تستحق القتل برأيك؟ هاي تصفيات سياسية، انتبه لكلامي جيد. هاي تصفيات سياسية. قضية أخرى من تقولي ناشطة، لا مو ناشطة، هاي تمشي في محط العمالة. وإلا ليش أنا ما أروح للأمريكي؟ أنت ليش ما تروح للأمريكي؟ المشاهد ليش ما يروح للأمريكي؟ إيش عنده رايح للأمريكي؟ ليش ما أجت قعدت ويا شعبها وناسها وجمهورها واستطاعت أن تفتح مراكز بلاش؟ داعش، داعش كان يقولون هذا الكلام. اولا ريهام لو كانت عميله كان هسه انت تشتغل عدها بالسياسه، انت والاكبر منك. ثانيا البنيه ما فتحت مركزها بالبصره ببلاش، هذا مركز تعبت واجتهدت وجابت فلوسه وفتحته وانطلبت عليه، وهذا يسموه مشروع شبابي مدني، تجمع نسائي ورياضي. ادري ما تفتهم هذا الشيء لانه كل مشاريع حياتك كانت عباره عن جيش المهدي والشغل ويا المالكي وتسحب مسدسات باللقاءات. ثالثا الصوره اللي لزقتوا بها الرهام وتسموها عميله من وراها، هاي الصوره كانت مناسبه وفعاليه مدنيه لدعم طاقات النساء، وهذا الشيء يصير بكل دول العالم وتسويه كل السفارات لانه تريد تتواصل ويا المجتمع اللي هي بي مثل ما حكينا سابقا، ولا ليش فتحه سفاره او قنصليه. رابعا ماكو شيء بالقانون العراقي يجرم حضور اي مناسبه مدنيه تسويها اي سفاره ما دام لا تعارض القانون، وانت نائب والمفترض انت اول واحد يطبق القانون، بس تبرر قتلها بطريقه غير مباشره لانه مباشره مو غير مباشره، لان سويت شيء ما يحاسب عليه القانون. شوف كاظم، اكو شغله، احنا من كنا نشوف ريهام ونشاطاتها الرياضيه والاجتماعيه بالبصره كنا نقول لي هو هذا العراق اللي نريد نعيش به، ومن نشوفك انت واللي مثلك نقول هو هذا العراق اللي احنا شاردين من عنده. واخر شيء اقوله لك، والله لو ندل الشرف وين يبيعوا شابعت عمري حتى اشتري لهم شرف وانطيهم. مو بس انت تتمنى الشرف ينباع، اني همات، واني هسه اتمنى اقول الناس راح تغيركم بالانتخابات، بس ما اقدر ادعي هيك ادعاء وانت تعرف ليش.
يعني مع الأسف أنا أعتقد الانتخابات القادمة سوف تكون من أسوأ الانتخابات، وسوف تكون من الصعوبة جدا الحصول على أغلبية سياسية داخل مجلس النواب. كيف يمكن أن نتنبأ بمستقبل السياسي للعملية السياسية ضمن هذه الظروف وهذه المعطيات؟ يعني أولا التزوير قائم ويتمدد، لأن الكتل السياسية عاجزة عن أن تصل إلى الجمهور، لكنها تستطيع أن تصل إلى قضية الانتخابات والصناديق الانتخابية وإجراء بعض التغييرات من هنا وهناك. بالضبط. يلا حبيبي تعال، يلا انتظر التصويت عليك على منصاتنا. راح تصوتون الكاظم لو اكس، خاف بالك ناسي لك موقفك من ريهام. اولا يعني اولا التزوير قائم ويتمدد، يعني انا راح اكون اكثر شجاعا من السيد المالك. علي كان عنده قالب خشب وخباطه وسياره، والله لو ندل الشرف وين يبيعوه بعت عمره حتى اشتري. يا نقص جحش إلا هو هذا، يا نقص عبارة عن قاذورة، يا نقص عبارة عن نفاية، يا نقص يا حيوان يا نقص يا نقص، والله لو ندل الشرف يا نقص.